تدري وين وديت الفلوس؟ وين؟ اكو يوم من الايام ما حد اجي للعراق قام يوزع للفقرة باليمن بسوريا بالوطن العربي. كل سامع بيه ما طلع شكله، كان بايام كورونا يلبس ماسكه. سامع اسمه انت بس ما شايف شكله. لا منو؟ هو هذا انا. من هو؟ اسوي لك الحركة هسه راسا تعرفه. هذا بيخطف احد؟ لا منو هذا؟ ما اعرفه والله. غيث الاماراتي. منو غيث الاماراتي؟ يوزع العالم، وزع ملايين. ونعم فيه والله. هو هذا انا بس هي راحت سبحان الله لغير شخص. يعني هو شخصية وهمية؟ اي شخصية وهمية، لان انا صاحب مبدا منه اريد اطك ود اليمنى ما تعرف باليسرى، بس طالما سالتني هسه حكيت بيه. يعني انت طلعت غيث؟ 87 مليار يورو وزعت. على ثواب جد فليح رحمة الله على روحه. ليش زي وزعها على جدانك الباقيين، عمامك، خوالك، ايش معنى فليح؟ لا جد فليح مات مظلوم رحمة الله على روحه. لا والله. مات مظلوم، كان تدري جد فليح رحمة الله على روحه مات وما ساق الجير الاوتوماتي. كان عندنا فترة حصار. ترى اللي يسوق جير الاوتوماتيك مو انجاز. لا لا يعني ما وصل للتطور. ما شاء الله. مظلوم. مظلوم من منو شنو شو السالفه؟ جو عليه جماعه قالوا له يابا انت فارس وهذا، واخذ الواهس كان يصعد بالحصان انقلب ومات. ليش تضحك ناصر؟ يا اخي ابو جعان انت ايش قاعد تسوي فيني انت؟ انت قاعد تدق اشاره يمين وتروح يسار.